مساء الخير يا ثورة. أولا والقانون فوق الجميع، زي ما وعدت حضراتكم احنا اتأكدنا الحقيقة من الخبر الخاص بصدور قانون الإرهاب. النهاردة هيكون في جانب كبير من مناقشتنا خاص بأهم ملامح هذا المشروع، زي اختلف عن بعض المواد اللي بتمس أو تناقش جريمة الإرهاب وعقوبتها في القانون الحالي، زي الموضوع اختلف. متوقع أن هيكون موجود معنا باتصال تليفوني القضية تهاني الجبالي للتعليق على هذا الأمر. وكمان هنتكلم النهاردة عن الخطبة وعقد القرار، بعد حلقتين يعني اتكلمنا فيها كتير عن يعني مسائل متعلقة بأمن وسلامة الوطن ووطنية المصريين وكيفية تحقيق فكرة سيادة القانون من خلال موضوعات هامة. النهاردة بنخفف من الوطأة شوية، بنتكلم عن الخطبة وعقد القرار، ودي كمان من الموضوعات المهمة جدا اللي بتشغل نسبة كبيرة من المصريين، وبتشغل نسبة كبيرة كمان من عدد القضايا الموجود في المحاكم أحوال شخصية. شرفنا النهاردة أستاذ رأفت أحمد، محامي بالنقد الدستوري والإدارية العليا. أهلا وسهلا بك، شرفني أكيد. هنتكلم عن الخبر الخاص بقانون مكافحة الإرهاب، بعد ما ننوه على الأرقام التليفونية اللي حضراتكم هتتواصلوا من خلالها معانا، هتمرر أسفل الشاشة ابتداء من الآن وحتى نهاية ساعة البث المباشر. وهنبتدي حالا حلقتنا بالعنوان المهم الموجود معانا النهاردة بعد الفاصل لو تأذنوا لي. مجلس الوزراء بيوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وعلى تعديل قانون المحكمة الدستورية المتعلق بأحكام قوانين الانتخابات. طبعا بيأتي هذا المشروع استلهاما من الكلمة اللي صرح بها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كلمته في الجنازة الخاصة بالشهيد النائب العام سيادة المستشار هشام بركات، وقال ان القوانين بتغل يد العدالة واحنا في سبيل يعني تحقيق هذا الامر بحقبة بباقة من التعديلات التشريعية والقانونية. وبتصور ان ده استلهام من هذه الكلمة وربط فعل سريع لما حدث بظهور هذا القانون للنور بعد ما سمعنا عنه كثيرا ولكن لم يتحقق خروجه للنور. عايز اسال كمان حضرتك يا استاذ رأفت، يعني كيف ترى، كيف استقبلت هذا بالاساس، كيف استقبلت كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اول امس وكان بيتكلم بشكل مباشر جدا عن القانون وقال احنا دوله لازم نعيش بعنوان برنامجنا بالقانون وان العداله مغلوله الايدي بسبب يعني بعض التشريعات اللي احنا في سبيل لتغييرها في اسرع وقت، كيف استقبلت هذه الكلمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة طيبين. كل سنة وحضرتك بألف خير. العاملين. هو إحنا محتاجين الكلام ده كتير. محتاجين دايما كل من فترة لفترة دايما أي مسؤول من بداية رئيس الدولة إلى أقل مسؤول لو ما كانش فيه دائما مباشرة لما يدور حوله في الساحة بهذه الكلمات المستمرة مش هيجي تغيير في بعض المبادئ القومية اللي احنا بقول عليها عاف عليها الزمن. لا، لابد من تغيير. النهاردة احنا في مرحلة جديدة، المرحلة الجاية دي لابد ان الكل يتكتف فيها. انا دايما بقول مهما كان رئيس الجمهورية ما عنده من امكانيات لا يمكن انه يكمل مشوار لوحده، ودايما هو بيقول هذا الكلام ان لازم يبقى فيه تكاتف، كل في موقعه لازم كل واحد. لكن هو ركز على فكرة القانون وعلى دور الجوانب التشريعية والتعديلات التشريعية في تحقيق العدالة الناجزة، وقالها صراحة جدا جدا وبشكل واضح، يعني قال ان احنا محتاجين فعلا العدالة الناجزة ومش متحققة واحنا هنحققها ببقى من التعديلات التشريعية. لا فعلا، بس انا عايز اقول ان هيكتمل هذا الموضوع بعد استكمال المشوار بمجلس النواب. أكيد. لانه النهارده القانون بيطلع ازاي؟ قانون بيتم اقتراحه، مجلس الوزراء بيناقشه، بيجهز المواد بتاعته، بيعرض نمرتين على رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه بياخد فيه قرار، بيطلع قرار جمهوري بهذا القانون، ثم يعرض على المحكمه الدستوريه، ثم يصدر كقانون. هذه الحلقه بنسميها حلقة سريعة ولكنها
محتاجه شيء من الدراسه. ما اعتقدش مجلس الوزراء او رئيس الجمهوريه هيدرسوا قانون زي ما بتبقى في لجنه متخصصه في مجلس النواب بتدرس هذا القانون. وربما يعني الرد على ده انه في اول 15 يوم المجلس النواب هيراجع كل هذه ده 100% ده قانون ده مصريا كده. لكن هقول ايه، لما المشوار يكتمل بمجلس النواب هيبقى فيه فرصه اكتر لمناقشه قوانين والاقتراح قوانين. ما بتصور ان تعديل قانون محكمه الدستوريه المتعلق باحكام قوانين الانتخابات هو كمان بيساعد على تحقيق الفكره الحقيقيه. ده مهمه جدا، ده مهمه جدا، بس التعجيل بقى التعجيل اي نعم الظروف لا تسمح التعجيل بما لا يخل بالامن العام او الامن الوطني وبفكره العداله وباتقان خروج القانون. يعني ما هو مش بكروته يعني. لا طبعا، بس هو القانون مش هيخرج خد بالك الا اذا تم استكمال الخطوات. القانون انا بعتبره النهارده قانون حبيس او محبوس او مغلول. اليد زي ما اتقال في الكلمه مغلول فعلا. عايز حد يخرجه ويخرجه صح ويطبقه صح. احنا ينقصنا الكلام، احنا عندنا قوانين من 1990 يخرجه صح ويطبقه صح. صح ده كلام محترم قوي. وعندنا قوانين من 1929 ومن 1800 اخر القرن 19 للنهارده، قوانين يعني ما تمشيش خالص في العصر الحالي وما زالت موجوده. عندنا لوائح في المحافظات موجوده وما تمشيش، قرارات محافظين موجوده قديمه جدا وما تمشيش. انا بقول يا ريت كل مسؤول عنده بعض القوانين اللي محتاجه تعديل يتقدم ويقترح وتتعرض على مجلس الوزراء ويتم تعديلها. احنا ما نستناش لما تقع المشكله ونبتدي نعدل. طيب هل حضرتك عندك اي فكره معلومات عن مشروع قانون مكافحه الارهاب؟ اولا هو مجلس الوزراء وافق عليه خلاص. ايه الخطوات اللي بعد كده؟ هو بيتعرض على السيد رئيس الجمهوريه، وبعد كده السيد رئيس الجمهوريه بياخد قرار جمهوري بيه وكده بيعرض على المحكمه السوريه وكده بينزل بيه قرار بقانون. طيب هل مشروع اهم ملامح المشروع خرجت للنور؟ قدرنا هو حضراتكم تعرفوا عنها اي شيء؟ هو القانون مبدئيا حوالي 55 ماده. كانت الحكومه مقترحه حوالي 52 ماده وكانت حاطه عليهم 3 مواد ثاني. واهم ملامحه بس اللي احنا بنقدر نقول الناس بتركز فيها ان نمره واحد ان اعطيت سلطات واسعه لمأمور الضبط القضائي، عشان الناس تفهم يعني ايه مأمور الضبط القضائي. ده سلطه محدده لبعض الاشخاص بالقانون برضو، وهم رجال الشرطه بنسميهم بيطلق عليهم تسميه مأمور الضبط القضائي ورجال النيابه العامه وهكذا. سلطاتهم احيانا بتبقى محدده في انه لازم عشان يبتدي يعمل حاجه لازم اذن نيابه ولازم ياخد وقت، فده ممكن يؤدي الى وقوع الخطر قبل اصدار النواحي القانونيه الشكليه فيه. فهذا القانون بيدي سلطات اوسع لمأمور الضبط القضائي ان هو يتصرف بسرعه فيما لديه او حدده له القانون برضه عشان الناس تبقى فاهمه. يعني مش هنقول لمأمور الضبط القضائي كده اعمل اللي انت عايزه، كسر شقه واجم على بيت واعمل سوي وقول هو ده. لا 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 لا، هو القصه كلها ان احنا عايزين نلحق قبل ما تقع الواقعه نلحقها. تمام. فندي سلطات اوسع لمأمور الضبط القضائي وللمحققين كمان. يعني في فرق ما بين المأمور الضبط القضائي ده راجل في الشارع وراجل في الساحه الشرطيه، احيانا بيقابل بامور مستعجله. فعبال ما يرجع للنيابه العامه ويجيب تصريح الواقعه وقعت خلاص. فبنديله سلطات اوسع للناحيه الارهابيه انه نبيح له القبض، نبيح له الامور اللي لا تباح لي الا باذن النيابه. والمحقق ده شخص بيتولى التحقيق في الموضوع بعد القاء القبض على الارهابي. ايه الصلاحيات المضافه؟ بنوسع له بقى الصلاحيات في ان هو ممكن نديله زي ما القانون بيقول سلطات المحكمه المستأنفه، وهي انه يتخذ قرار بالحبس الاحتياطي، يتخذ قرار بتجديد الحبس دون رجوع للمحكمه. تفتكر حضرتك يعني دي اهم ملامح اهم نقاط الاهم؟ طيب هل تفتكر حضرتك ان هذه الاضافه لمشروع قانون مكافحه الارهاب هتفرق في السيطره على او التسريع بفكره القبض على الارهابيين؟ ولا كان بنسبة كبيرة اكتر؟ لا هي بنسبة كبيرة بس اذا تم تطبيقها صح. بمعنى يعني ايه بقى اذا تم تطبيقها؟ هقول لجنابك على حاجة، احنا برضو ينقصنا في مجالاتنا بالكامل قلة التدريب. يعني احنا عندنا اقسام كتير في الشرطة محتاجة تدريبات، اقسام كتير في مجالات اخرى محتاجة تدريبات. الشخص اللي هتديله قانون يطبقه لابد ان يدرب عليه قبل ما يطبقه.
دي عشان يعرف يطبقه صح. لازم افرق ما بين او يفهمه كمان بالظبط كده. نعم. ولازم افرق ما بين الارهابي والشخص الغير ارهابي حتى لا يتم يعني استغلاله واستخدامه بالزبط. بشكل سيء فيقلب بقى بالعكس بالظبط كده. زي لو تفتكري موضوع امن الدوله وموضوع قانون الطوارئ، الناس من زمان فاهمه غلط. يعني الناس فاهم النهارده احنا كتير بيطالبوا بقى بعوده الامن الدوله مره اخرى وجذب المعلومات وجمع المعلومات. رغم ان احنا عندنا الامن الوطني القانون بفهم وبعين ناقده فاحصه تفرق ما بين الارهابي ومن يستحق هذه المعامله واستخدام هذه الصلاحيات معه. ده مهم جدا في نجاح هذا المشروع القانون. عايز اعرف بس تعديل قانون المحكمه الدستوريه المتعلق باحكام قوانين الانتخابات ايه اهم من الامر؟ هي المقاعد الفرديه والمقاعد خلاص تم الموافقه عليه بس كده. هو المفروض يتم رئيس الجمهوريه ويتم الموافقه عليه. المهم بعد كده الخطوه القادمه بس حته بقى ايه جديه عمل مجلس النواب. ما يطلعش ما هو الحاله الوحيده لا والله احنا عندنا اشكاليه ان بيطلع حاجات وتطلع حاجات غير دستوريه. طب طلعت ليه؟ احنا عايزين بس قبل ما تطلع هتم مراجعتها بشكل كامل وبشكل اوضح عشان ما تجيش تاخد فتره وتنزل وتجهز وبعد كده اقول لا ده فيها حته فيها عوار هنصلح هذا العوار هنعرضه ده بناخد وقت. ده على فكره بيعمل فجوه في 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 سرعه العمل بالقانون. بيعمل فجوه لانه مفيش متخصص والموضوع ابسط كده من ده بكتير انه يتم مراجعه القوانين بشكل جيد جدا بحيث انها تكون متفقه مع صحيح الدستور حتى لا يتم الطعن عليها متفقه مع الظروف نفسها اكيد. هنتكلم بقى عن الخطبه وعقد القران احوال شخصيه. مفيش تقريبا بيت في مصر الا ما فيه مشكله احوال شخصيه عشان كده محاكم الاحوال الشخصيه مكتسه يعني للنهايه والحقيقه المحاكم كلها فيها مشكله. حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن ما اتكلم عنه حتى ولو كان كلام سريع ولكن ده نقطه مهمه جدا نتكلم عن المحاكم لازم يكون في تطوير لاداء المحاكم. بتصور ان هو كان بيلمح لفكره التخصص يعني أن يكون هناك محاكم متخصصة لكل جانب من الجوانب مثلا محاكم للإرهاب محاكم أحوال شخصية موجودة متحقق ده في الأحوال الشخصية هي موجود نوع المحاكم بس إحنا عندنا نقص في أن كيفية صبغة القاضي المتخصص على المحكمة المتخصصة. طيب أفهم بقى الكلام ده بشكل كده هادي بعد الفاصل لو تأذن لي يا أستاذ رأفت لو تأذنه لي. الخطبه زي ما قلت لحضراتكم او الاحوال الشخصيه بشكل كبير دي من الهموم الكبيره في اي بيت مصري ومفيش يعني مش هنقول اسره عيله الا ما يكون عندها مشكله كده في المحكمه محكمه الاحوال الشخصيه. ولما كنت بتكلم مع استاذ رأفت على التلميح اللي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن المحاكم ان احنا عندنا مشكله في المحاكم ولازم يتم التصدي ليها وكنت على حسب فهمي انا انه ده تلميح للتخصص في المحاكم وتحسين نوعيه الاداء داخل المحاكم كما وكيفا. وكنت بسال استاذ رأفت ده متحقق في الاحوال الشخصيه لان في محاكم متخصصه احوال شخصيه. حتى قلت لي متحققه نسبيا. كنت تقصد ايه بقى؟ يعني كنت تقصد انه التخصص موجود لكن في حاجه ناقصه. احنا عندنا محاكم احوال شخصيه، عندنا محاكم مدنيه، عندنا محاكم جنائيه، عندنا محاكم عماليه، عندنا التخصص موجود. احنا بينقصنا ان القاضي يكون اكثر تخصصا في هذا المجال. بمعنى ما جيش قاضي اشغله
في الأحوال الشخصية مثلا سنتين ثلاثة أو أربع سنين، وبص لقي شغال مدني أربع خمس سنين وبعد كده روح مشغله جنائي. أنا لن أتدخل في سلطة القضاء في تحديد الاختصاصات عشان ما حدش يفهم الأمر بشكل آخر، لكن احنا بنقول من وجهة نظرنا هل الأفضل أن يكون زي زمان القاضي الشرعي كان قاضي بجبة وفطان وقاعد مالوش إلا الشرع بس، فأكثر خبرة في هذا المجال، أكثر سرعة في الفصل في هذا المجال، أكثر تركيز في هذا المجال. هل يا ترى لو عملنا ده هيبقى الناتج بتاعه نتمنى أو سيكون ناتج قوي في الفصل السريع زي ما طلب، في إنهاء الإجراءات بسرعة زي ما طلب، ولا إن أنا أخلي القاضي متنقل من إلى ده أفضل؟ أنا شايف وجهة نظري أو إحنا نتمنى إن يكون القاضي متخصص أكتر، مش المحكمة متخصصة أكتر، القاضي متخصص أكتر، ويبقى في تدريبات وحاجات تعلي من خبرته مستجدات الأمر يعني على أساس يعني النهاردة إحنا ساعتنا يعني ساعات في المحاكم كتير جدا لما بنلاقي قاضي سريع جدا وداخل الدائرة من بدايتها كده، أنا ما بأجلش والأجل قصير بنخلص بسرعة، والمحامي بيشتغل ويخلص والموكل بيقول له كمان عقلة بتنتقل، بيقول له لا خد بالك احنا عايزين نخلص الورق ده، لو ما جاش المحكمه هترفض القضيه هكذا بيخلي الشغل نشط. ولما بنلاقي دايره بتديك راحتك قوي بقى وبتتعامل، وده صح وده صح من وجهه النظر يعني عشان ما تدخلش في شان القضاء، لكن احنا بنقول كل ما كان القاضي متخصص اكتر في المجال كل ما كان نتيجه اسرع، زي بالظبط المهن اللي بينتج في تخصصه لانه مركز تخصصه فقط. لو هو اشتغل في كذا تجاره هتلاقي عنده خمس ست انواع من انواع التجاره، هتلاقي في مجال او مجالين نجح فيهم جدا ومكسبه عالي قوي قوي قوي، وفي حاجات تانية يا دوب يعني مش غيرها يعني عايزك يعني بتتبنى فكره انه القاضي ده من واقع شغلكم كمان، ودي فكره محترمه جدا لانها واقع عملي، انه ان الموضوع يكون التخصص يشمل عمل القاضي كمان، يكون في قدام متخصصين احوال شخصيه، قدام متخصصين على الاقل في الحاجة مدني جنايات وهكذا يعني على الاقل في المجال اللي فيه ناحيه اجتماعيه قوي نخلي القاضي متخصص فيها. يعني انا لو عندي قاضي مثلا شغال 10 سنين بقى في الاحوال الشخصيه إيه عنده خبره كبيره طبعا جدا، انا نفسي كمحامي بخاف منه بقلق جدا، ليه؟ فاهم مش هقدر بقى اقدر، حتى لو انا محاوي بحاور شويه بسوف بطول مش هقدر، ليه؟ لانه راجل يعني بيسد خبره القاضي لما تكون كبيره في مجال متخصص سد الثغرات اللي ممكن يستخدمها المحامي في التطويل او الموكلي او لجات في الخصومه هيلتحي. حاجه ثانيه، انا مش بقول القاضي يمسك دايره 10 سنين 15 سنه، يعني مش همسكه مثلا دايره شبرا مثلا 10 سنه صعب، لا انا همسكه احوال شخصيه 10 15 سنه يتنقل بقى مثلا من شبرا الى مصر الجديده الى حلوان يعني يتنقل، لكن يبقى خبره في هذا المجال. احنا بنقترح هذا او نتمنى هذا، لكن شان القضاء ايه الله اعلم، الفكره ايه او الهدف ايه الله اعلم. احنا بنتمنى ده ليه؟ سرعه في التقاضي، اكثر خبره في الحكم يكون لا يشوب اي خطا، هتلاقي في الاستئناف قليل جدا القضاء الاستئنافي لما يعدي الحكم لان صادم القاضي خبره. زي الدكاتره يعني في الدكاتره بيشتغلوا تخصص بالزبط. مثلا قلب، وفي تخصص جوه التخصص قلب اطفال وهكذا بالزبط. يعني وهذا لا يعيب لا طبعا. وهذا لا يعيب القضاء يعني طبعا. عشان نتفهم صح، احنا لا نعيب على القاضي في انه دي مجرد اقتراحات لتطوير لاداء افضل في فرق يا استاذه رانيا ما بين انا فاهم شغلي وعندي خبره في شغلي تفرق كثير. القضاء فاهم شغله كويس قوي ولكن نحتاج القاضي الاكثر خبره عشان زي ما بيقولوا ايه بالحكم ما بيخرش الميه. طيب بالمناسبه يعني اذا كنا بنتكلم على فكره المحاكم والمشاكل الموجوده في المحاكم، ايه المشاكل اللي بتواجه حضراتكم؟ هتكلم النهارده عن الاحوال الشخصيه، تسمحوا لي ان انا يعني اتكلم بشكل محدد يعني الاحوال الشخصيه، ايه المشاكل اللي انتم بتواجهوها في المحاكم، وايه طبيعه القوانين اللي بتقيد العداله زي ما احنا سمعناها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكنا من قبل احنا اتكلمنا عنها كتير جدا. في الاحوال الشخصيه شايف ايه اكتر القوانين اللي صوته زاعق قوي يقول لا انا فعلا مقيد للحريات، انا فعلا مقيد لفكره العداله، لان العداله بطيئه الظلم في حد ذاته. الياس اللي بيصيب الزوجات من بطء العداله
اليأس اللي بيصيب الزوجات من موت العدالة. أنا عايز أقول لجنابك إن النهاردة الزوجة لما بتعمل على الأقل بداية دعوة نفقة بيصيبها يأس إن يعتقد لها سنة سنتين عقبال ما تبتدي تصرف نفقة. مش يتحكم عقبال ما تبتدي تطبق وتصرف نفقة. ده في حد ذاته في منتهى الخطورة. أما تقارنيه بدول برة في حاجة جميلة مثلا بتحصل في أمريكا مثلا وإن كان الظروف تختلف إلا إنه لما بيحصل مشكلة بين زوج وزوج في أمريكا بيحصل إيه؟ بيحضر هنا بقى السلطات مأمور الضبط القضائي اللي بنقول عليها في قانون الإرهاب عايزين نطبقها في حاجة كتير. بيحضر بتليفون اللي هي بيسموها عندنا النجدة أو الأخر. يحضر في الحال وسلطته تسمح له هذا. يعطي للزوجة المصروفات التي تقوم بها لبيتها ولأولادها ولشخصها وهي صادقة فيما تقول. يعني تقول مثلا أنا الباص بياخد كذا بيفترض. المدرسة بتاخد كذا بصرف أدي كذا. جمعنا مثلا 10,000 دولار يلتزم بهم الزوج فورا في الحال وما فيش هزار فيش حاجة اسمها أنا طب معيش طب نروح المحكمة طب قدامكم بقى لا 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 الكلام ده مش موجود. مش هتدفع سلطات مامور ده كلها يحبسوا دي سلطات الحال يحبسوا. فالنهاردة يدفع 10,000 دولار إلى أن يفصل في القضاء. شو بقى الحاجة اللي مش محتاجة قلق بقى هنا بنحافظ على الأطفال بنحافظ على الزوجة بنحافظ على البيت قائم. أنا عايز أقولك بتحط مرتب الخدمات هي تقول كل التفاصيل اللي عندها والشرطة تحكم بها فورا ويلتزم بها الزوج فورا مع دي اللي قاسية شوية أو صعب تطبق هنا إنه لا يقترب إلى هذا المكان لا يقترب إلى مكان الإقامة 500 متر مربع من هنا 500 و500 ما يجيش ولو قرب واتصل بالتليفون يتحبس يمكن ظروفنا لا تسمح بتطبيق هذا لكن إن أنا بس على الأقل يكون في استقرار وفي اللي عايز أخده من الحتة دي إن لما يحصل مشاكل ممكن تختلف عندنا بقى تلاكيك بقى تحصل وزوجة تجيب الشرطة ويحكمها الظروف ممكن تختلف لكن انا عايز اقول ما تبقاش الزوجه والاولاد مشردين مش لاقيين يصرفوا منين لغايه ما هو يتهرب او ضميره يصحى فيعود لا عايزها وتلجا لبنك ناصر. بنك ناصر اقصى حاجه 500 جنيه والاولاد يتصرفوا منين في الوقت ده؟ دي مشكله. احنا ما بنقولش هنتعامل زي امريكا الظروف والطبيعه قد تختلف لكن احنا بنقول ان احنا على الاقل ندرس الموضوع. يعني ليه ما نقتبس النماذج الجيدة من خد الهدف الهدف ايه ونطبقه حتى بشكل اخر نمصره بس كده بوسائلنا المصرية او بقوانيننا المصرية وعرفنا وعاداتنا وتقاليدنا بس الهدف يكون يعني واضح. يعني انا هدفي ان احافظ على الاسرة احافظ على الزوجة البيت يستقر. خد الهدف طبقه بشكل اخر. هقول لك شيء طبقه كده انه مش هيتطبق كده لا خد الهدف والنتيجة مصرها بقى زي ما حضرتك بتقولي وطبقها بقى بشكل تاني اخر وخلي الامور مستقرة. حطها بقى في مسؤولية مربوطة بالقضايا براحتك. انا بكلم المشرع. حطها بقى في ايد قاضي سريع مستعجل براحتك. حطها في ايد عضو نيابة برضو شكلها عشان تتحقق الهدف الاخير هو ده اللي خلي القضاء شغال. ما هو ده بيحصل برا الى ان يفصل في القضاء. الى ان يفصل في القضاء. هنا الزوج ما بيسوفش في القضاء ليه؟ اللي محكوم عليه شغال هو اصلا بيدفع. بالعكس ده هيجري عشان يخلص عشان يثبت ده. شوف الهدف بقى عايزين النتيجه دي هيجري عشان يخلص. مش هيبقى في بقى لدد في الخصوم ولا هطول علشان نتهرب عشان براحتك. عايز تطول احنا شغالين صرف بنصرف. دي تجربه مهمه قوي يعني تجربه خاصه بالقانون الامريكي في التعامل مع الزوجة ازاي ونفقة الاولاد. ممكن افكار بنطرحها ممكن فكرة ناخد منها او نستلهم منها قانون جديد او تعديل لقانون جديد. احنا النهاردة هنتكلم عن الشبكة وفسخ الخطوبة. مش عارفة بتعمل مشاكل كتير قدام المحاكم قوي. ربنا يبعد عنكم طول الوقت الحاجات اللي مش لطيفة. بس نزلنا للشارع علشان نشوف رأيهم ايه ونرجع مرة تانية نشوف قوي دي ليه يعني. شوف في بعض الأحيان تحدث حالات فسخ الخطبة وهنا يبدأ الخلاف.
البعض يرى أن الشبكة والهدايا من حق الرجل، والبعض الآخر يرى أنها من حق الفتاة. من هنا نسأل، في حالات فسخ الخطبة الشبكة والهدايا تكون من حق من؟ وكيف حسم القانون هذا الأمر؟ إن كانت العروس هي اللي رفضة، من حق الرجل يأخذ الشبكة بتاعته، كانت هي اللي رفضة يعني. أما إن كان هو اللي رفض فمش من حقه يأخذ حد. هي بتعتبر على مين اللي مش عايز، مين اللي مش راغب. يعني لو البنت هي اللي مش عايزة وأقرت بفسخ الخطوبة خلاص هتاخد حاجته ليه؟ لو هو اللي مش عايزها فهو اتحسبت عليها مرة خطوبة، كان مديها الحاجات دي هدايا ودخل بيتها وخرج معاها يعني، فأكيد الهدايا دي من حقها. المفروض العرف لو هدايا قيمة جدا بترجع للعريس، ولكن حسب طبيعة هي مسألة أخلاقية يعني، ما فيش حاجة اسمها مفروض أو عدم مفروض، لأن ممكن يكون مين اللي غلطان، ممكن يكون مثلا العريس غلطان ولهم المكايدة مش هيدوله حاجة، أو عمل لهم صدمهم أو جرح البنت وكلام من ده، فدي بتخش من العواطف يعني. لكن لو أسرة محترمة لو ليه حاجة ياخدها. إذا كانت هي اللي مش عايزة الراجل ده أو وقدم لها شبكة ذهب وكده، مفروض زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عليه أفضل الصلاة والسلام، يرد لها. الرسول قال كده، ترد له حديقته، هي مش عايزاه، طب تاخد ذهبه ليه؟ تاخد مدخرات عمره ليه؟ ما هو في أصول، في حتى الشرع بيقول كده، والعرف اللي احنا عشناه وشفناه في بلدنا، احنا ناس شرقيين. انت رد عليه حديقته بقى، انت هتاخدي ذهبه وانت مش عايزاه، طب بأمارة ايه؟ اللي يبدأ بالفشكلة مثلا، مش اللي بيبدأ مش عاوز التاني ياخد حقه. يعني واحدة مش عاوزة مثلا عريسة، مش عاوزة تطبع بأطباع أو مبادئ أو الكلام ده، خلاص هي بقى مش عاوزة تطبع بأطباع كده وياخد حقته. هو بقى مش عاوزها برضه، خلاص نتنازل. إذا كان هو خلاص مش عاجبه أطباعها أو كده، وقعد فترة خطبها ولا حاجة، خلاص إيه من حقها تاخد إيه الشبكة. أما إذا كان في مثلا ناس كبيرة تقعد مثلا وتحل المشكلة ما بينهم، ويبقى برضو بعد لربنا. واختلفت الآراء، في ناس تقول لا هي اللي تاخد، اللي سايب هو اللي يتنازل، يعني لو هو اللي سايبها هو ياخد يسيب لها يتنازل عن الشبكة، والعكس صحيح. وفي ناس تقول لا، حق ربنا، سواء هي السبب أو هو السبب يرجع له حقه، لأن ده يعني ذهبه وفلوسه وشقى عمره وما إلى ذلك، زي ما حضراتكم سمعتوا. وهيفضل الموضوع طول ما هو مش محدد بالقانون، هيفضل ما بين الآ واللأ، لأ خدي انتي، لأ ما انت اللي تاخد، لأ انت اللي سبتني. وبتصور ان هو ده السبب في ان في مشاكل كتير زي ما قال أستاذ رأفت في المحاكم، طبعا. صح؟ طبعا. اخد أستاذة منى الأول لو تأذني. مساء الخير يا أستاذة منى. طيبين. وحياتك بألف خير وصحة وعافية. علي صوتك شوية. بس علي صوتك شوية، انت ما فطرتيش لسه ولا ايه؟ لا لسه فطر معاك. اهلا بيكي. ربنا يخليك. اتفضلي. ماشي علي صوتي. هو سؤالي ان انا بنتي في خلال شهر ونص اتقرب فتحتها، وفي لسه عارفين قبل رمضان بيومين ان العريس عنده عيب في الخصية، وبحس ان هو يعذيره. فاحنا حبينا قلت ما احنا عايزين نتاكدنا، ووصلنا لمعمل التحليل عشان ما نلاقيش حاجه كيديه. قال لا بقى اقعد، الاسم ده موجود عندنا ودي حاجه في زيرو، وقلنا له حلل كذا تحاليل باحدث الاساليب. فاحنا قلنا بقى احنا نبعد عن الموضوع خالص ونخلصه ودي. فاحنا لسه النهارده او امبارح يعني بنكلمهم عشان يجوا ياخدوا حاجتهم، بس ما قلنلهمش على العيب. احنا قلنا لهم على عيوب تانية، ان هو مثلا بيضايق بنتنا، بيخوفها، حاجات حقيقية فعلا. بس جينا عند العيب اللي هو بتاع العيب اللي عنده ده العظم، ما قدرناش نقول عليه. فاحنا هنديله حقه. هو بيحاول بقى لا طب اصبروا احنا هنتكلم معاكم تاني. طب احنا خلاص يعني هنديهم حاجتهم ونبعد. نبعد ازاي؟ هنقول لهم الصراحة ان احنا ان انتوا كنتوا دخلتوا بيتنا وضحكتوا علينا، فالمفروض نعمل لهم مواجهة. فمش عارفة ان احنا ندوم حاجتهم ازاي. هنا هي اديها لهم، بس انا بقول لابني وبقول لبابا بنتي يا عزوكوا عرفوهم العيب، دول جم قالوا عندنا واحتفلنا بيهم، وعرفنا من واحدة من خطيفة قبل كده كان متجوزة، يعني اتجوزها وطلق، وابو البنت جه قال لنا كذا كذا.
طب انتوا هتهزمهم حاجتهم ادالهم ازاي؟ حتى في مواجهه بادب اه واخلاق وكل حاجه وديو فضول حضرتكوا كلها اهي مع السلامه. لا عيب حرام بابا يقول لي لا حرام تقولوا له حرام ممكن يؤذوا ابو البنت اللي طلقته. الله اما اللي قال كلمه بتعلم تعلم بالاكتو قدام قال كلمه خلاص يبقى لازم هو ادي كلمه يبقى احنا لازم نقول لهم يا جماعه احنا حصل كذا 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 ده عندنا كأمها وانا تاسه خالص قاعده بعيد ولا اكل ان حاجه حصلت رغم ان باكل باكل في نفسي واخلص الموضوع باي طريقه. انا يعني مثلا بكره الجمعه وسبت اجازه ابني هيقابل الولد ويديله حقه بس بيحاول بقى يرجع ما اعرفش ان احنا قفل الحقيقه. انا بتمنى منكم تقولوا لي اكون صريحه ازاي بادب واخلاق ولو مع السلامه والمواجهه تكون ازاي. حاضر اقول لكم قوي قوي. حاضر يا استاذ. عارفه عايز تستفسر عن ايه الموضوع عارفه ايه اللي حضرتك قالت فتحت بنتي جوز اخته مستشار يعني طب ده كان يعلم. حاضر حاضر انا فهمت انا فهمت الفكره. حاضر رمضان كريم بس هدوا المسائل كده احنا في شهر كريم يعني يعني اجلي بس الكلام كده لغايه اخر رمضان وبعد كده شوفوا الموضوعات دي تتحل ازاي بس هنقول لك الراي القانوني هو ايه. ما فيش راي قانوني. ليه بقى؟ لان احنا رجعنا الاول خطوه تاني. رجعنا في الحيره ما بين ان مين اللي ياخد ومين اللي ياخد. احنا النهارده قدام مشكله اغرب شويه وهي هي اللي مش عايزه وهي عايزه تديله حاجته. بس هي مش عارفه تديله ازاي. ده انا فهمته من الحوار. ايا كان بقى السبب ايه احنا مش هنناقش السبب. سواء تقول له انت مش كويس او انت سمعنا عنك مش هي دي القصه. القصه انا اديله حاجته ازاي عشان ما يحصلوش اي مشاكل. بالظبط لانه ممكن بعد كده يقول انا ما خدتش حاجه عشان مظبوط. شوفي بصي في الاوضاع اللي زي دي بالذات بيبقى في ناس اتدخلت. ناس من اهله وناس من اهلها اتدخلت. نمره واحد تعلمه بعلم يقيني ان هي تريد فسخ الخطبه. تعلمه ازاي يعني؟ تقول له او تبعت له عن طريق يعني حد. حصل ده. هتعلمه. انت تقصد يكون في شهود يعني؟ اي حد من اهله ومن اهلها تقول له احنا كده نعتبر مش مخطوبين. تمام. ليه؟ ليه؟ عشان يجوز الخطبه على الخطبه. عشان لما تتخطب تاني خلاص يبقى هي اخلت ضميريا انها تبقى مخطوبه لواحد اخر. دي نمره واحد. نمره اثنين زي ما الناس جت تخطبها الناس تيجي تشيل الخطوب بس فبنقول لها جمعي الناس مش بقول الولد جه لوحده مش بقول ابوه وامه ممكن ما يجوش لكن اكيد في وسيط في حد اتدخل تجمع الناس دي تقول لهم لو سمحتم انا خلاص الخطوبه اتفسخت وانا عايز اديله حاجته بس انا خايفه مش عايزه بعد كده يقول انا ما خدتش حاجه فلو سمحتوا هنعمل ورقه بالكلام ده ونمضي عليها كلنا ان تم فسخ الخطوبه وان هو تم ايه ارجاع الحاجه اللي هو جابها ولو حبت تسمي الحاجه تسميها غويشه مثلا حلق كده ده امن في الحاله دي. انما غالبا في كل الاحوال طالما الشاب عرف ان مفيش فرصه للتعامل او للاستمرار ما بيصدق ياخد حاجته. بس يا رب ياخدها كامله ما ياخدهاش ناقصه. بس ياخدها كامله ما ياخدهاش ناقصه. ما في حاجات ما ينفعش تديها له. وده بقى احنا عايزين الحلقه النهارده ما تبقاش روتينيه. زي ايه الناس المحامين بقى الخطبه والشبكه. لا مش عايزين نقول ايه احنا كل حلقاتنا مش روتينيه قبل. الحمد لله. ما هي مش روتينيه. انت استكمال اللي فات. لا انا عايز الناس احنا في رمضان. احنا في رمضان عايز الناس كانها بتتفرج على مسلسل بس مسلسل حقيقي واقعي ليه ظل قانوني. الناس ولو ان احنا نتمنى انه يبقى المسلسل ده يبقى مسلسل هادي ما فيهوش مشاكل. احنا في شهر كريم كده ناس تهدي نفسياتها وتتعامل بمنطق تاني بقى بقانون اخر قانون الانساني بس بالزبط. الامور ما بتخلاش ليه اصل احنا عندنا النهارده ما شاء الله اليوم في 60 مسلسل بنقدر نستوعب 12 منهم فما فيش فرصه بالقانون بقى. لا في فرصه ده احنا اهو بنزور بدراعنا اهو في ناس بتمشاهده اهو بدراعنا اعتبروا ان ده مسلسل بصراحه. واحد راح يخطب واحده بيعمل ايه؟ بيلموا الناس وراح عند السيد يشتروا الشبكه مش كده؟ انا عايز افرق ما بين شبكتين. الشبكه البسيطه بتاعت قرايه الفاتحه الشبكه الكبيره بتاعت الناس الهاي شويه بقى. الشبكة البسيطة دي واحد راح يقرا فاتحة واحدة بيجيب له 2000 3000 جنيه كده خاتم دبلة ومحبس ها ونزغرب بقى ودبلة فضة للعريس عشان ممنوع يلبس ذهب لو هو راجل متدين او مسلم
فوزغرتنا وخلاص مشينا. طيب عندي سيه جوه نكتب الفاتورة باسم مين؟ العروسة طبعا. ليه؟ عشان منحب شريتها. ماشي، اخلي الفاتورة مع مين؟ مع العروسة طبعا. وزن حق ازاي؟ هو ده المسلسل، هو ده المسلسل. اكتب الفاتورة باسمي عشان اثبت حقي. انت جاي تهدي النفوس يا استاذ. ما انا بقول اهو كتير قوي ان من الستات والعرايس هيزعلوا منك خالص. هي خالص. مش هديه ليها تبقى لما انا بقول اكتبه باسمها. طيب امال ايه خالص. احتفظ بالفاتوره معايا ولا اديها لها؟ معايا مش بتاعتها. طيب اديها لها خلاص. اثبت بقى حق ازاي؟ النهارده كاميرات الفيديو شغاله، الموبايلات شغاله. يا ساتر يا رب. يحتفظ بالصور دي. ايه ده ايه ده؟ اقول لك ايه الشغل المخابرات؟ اقول لك دي جوازه ولا ما هو انا بتكلم احنا اختلفنا. ما بتكلمش احنا اتفقنا. اتفقنا هنجيب جاتوه بقى وشربات وخلاص. لكن انا بتكلم احنا اختلفنا والصور نتفرج عليها بعدين بقى واحنا مبسوطين. احنا اختلفنا بقى. طب اختلفنا هنخش في خلاف. لا 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 لا، ده انت جايب لي غويشه بس وحلق، او جايب لي خاتم وغويشة والسلسلة بابا جايبها لي. دخلنا بقى في متاهات، فلازم كل واحد يضمن حقه. اعرف انا بقى جايب ايه ومودي ايه وعامل ايه. هي دي التصوير ده بقى بياخدوا ليه؟ بياخدوا يعني الصور اللي كلام الاطراف مع شهادة الشهود مع التصوير. صور الخطوبة دي باينة، ودايما بيركزوا بقى على الخطوبة على الشبكة. كل خطوبة التركيز على لبس الشبكة. ده احنا عارفين الموضوع سببه ايه، عرفنا دلوقتي. كنا زمان بنقول الله ده كويسين بالدلوقتي عشان نثبت. فهو نقول له بقى خليكم بقى وانتم بتصوروا الشبكه كده محدش يفضل واقف يسد التصوير. لا يقف ويبين بقى الكاتب كده والشاب. وفعلا بيحصل مشكله. احنا دلوقتي في مسلسل بقى مش في القانون. طب بابا جاب هديه او خالته جابت هديه وساعات كتير بيحصل ده لازم. طب نسبتها بقى ازاي وما يجيش يخش شاب جشع بقى يقول لك لا 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 ده انا عايز الذهب كله والتصوير اهو. هنا بقى على فكره مش المحكمه، عضو النيابه. التحقيقات بتبقى في النيابه، ما بتوصلش المحكمه الا في الاخر خالص. هو اللي بيحقق الموضوع وبشهد الشهود وبسماع الاطراف. انت عارفه الناس ساعات تجيب السايخ شاهد. ياه. اللي جابوا منه شبكه في مواضيع كبيره. ساعات شبكه ب 30,000 و 40,000 و 50,000. سيبنا بقى من محبس ودبله دول، حتى لو على بعض مش هتفرق قوي. هيعتبر خرج خروجتين ثلاثه حلوين يعني وما صرفش فيهم حاجه يعني. تمام؟ انما الشبكات الكبيره بقى ب 30,000 و 40,000 الشبكه شبكه بقى يعني والماز وسلوتير والحاجات اللي بنسمع عنها دي، هنا بقى دي الخطوره. دي المشكله. رغم ان في بعض الاسر العاليه قوي ما يردهاش. الناس لا الناس العروسة المستويات العاليه قوي مثلا اولاد الناس اللي هم مثلا الوزراء يعني ما يتلاقي، رغم انه بيحصل ساعات مشاكل لكن ما بتلاقيهوش في حاجه زي كده يعني. يعني هيفرق بيبقى الموضوع بسيط بالنسبة جدا جدا. لا خلينا في الناس المتوسطه. الناس الوسط 30 دي مبلغ بالنسبه له. بالعكس دلوقتي مش مبلغ على رايك يعني. الاول بس لا برضو حتى لو ان هو مش مبلغ يقول لا انا طبعا. بس هي المشكله يعني علشان ما فيش نص قانوني صريح. هي دي بقى الاشكاليه. كل الناس تلاقيها مختلفه، ناس تمشي بالعرف اللي سايب هو اللي يتنازل، وناس تقول لا ده 30,000 هو اولى بيهم. أيوة. ويديها لعروسه ثانيه والقانون في حيره. ستك ومش عارف. أيوة. حاجات كده. والقانون في حيره بقى. طب النهارده القانون جدا ليه بقى؟ انا لما اجي استخدم نص قانوني اقول ايه؟ في حاله فسخ الخطبه اقول ايه؟ ترد الى الخاطب ايا كان من الذي رفض. ده نص ده سيناريو. ده نص. تترك الى المخطوبه تعويضا انه بيأثر عليها نفسيا. ايوه طبعا. خطبه بتفسخ تطرد الاسس. ايوه ده نص. مش بس بيأثر عليها نفسيا وكمان ضيع عليها فرص قد تكون موجوده في الخطبه. ده نص. ولا اقول مناصفه. ده نص. فالقانون في حيره. اظبطها. طب وحضرتك شايف ايه؟ انا لسه لو في ايدك الموضوع سيناريو افتراضي تشوف ايه؟ انا شايف ان لو بحثنا حوالين من الذي ترك الاخر نمرة واحد هنخش في الاخلاقيات الاول. نمرة اتنين هتخش في النية السيئة. طب انت بقى غلبها لما تقول انا مش عايزاك ساعتها تاخد الشبكة، او انت بقى قرفيه وشغليه
هسيب لك تعرفي ولد غيره وان رجعتي بقى للولد الاولاني كان بيحبك عشان ساعتها ايه بقى هو اللي يمسك. اذا دخل الطمع في الشيء نفسه بعيدنا عن الاخلاقيات. فانت يعني عشان تقول فكره انه يرد للتارك دي فكره مش هنقدر نحكمها قوي، مش شغلانه كلنا، ممكن الطرف الثاني يستغلها ويدفع على الطرف ده ان هو فعلا يسيبه علشان هو طمع شويه. لا ولا ولد خبره صفقه او ولد خبره بسهوله قوي ممكن طبعا يخليها يطفشها يعني. طبعا طبعا تعرف ان في شباب غاوي يخطب. انا بس عايز اعلق برضو على حته، وانا ما اعرفش الناس هتزعل مني ولا لا، انا عايز اعلق على حته دبله واحبس دي مش حلوه. ليه بقى؟ ما بيخسرش حاجه. اه وفي شباب خبره قوي يقرفها لغايه لما تديله كمان ويمكن تديله عليهم يعني حاجه. يعني انت شايف انه الخطبه تكون بشبكه، تكون خطبة يعني يا شبكه يا نأدي الموضوع شبكه وكاتب كتاب وتبقى قرايه فتحه. طيب انا رايي ليه؟ احنا عندنا كمصريين اما كنتش تتعب في الحاجه ما تعرفش قيمتها. طب الكلام للرجاله خلوا بالك. لا طبعا. لا الكلام بقى هنا للستات والامهات الحموات لازم يجيب لها شبكه. طب هرجع لفكره، انت شايف انه فكره العرف اللي هو موجود انه اللي يسيب هو اللي يتنازل صعب قوي اننا احنا نحكمها وصعب قوي ان احنا نحققها حتى النيابه ان هي توصل ليه. امال لو في نص قانوني يبقى ايه؟ مناصفه تماما. مش كده يعني عشان كده قلت لك اقرب النصوص ايه؟ اقرب النصوص انا شايف اقرب النصوص مناصفه. ليه؟ ارضاء لنفسيه البنت اذا حصل لها شيء جرحها وحفاظا على ان الولد لما يبقى فاهم ان الموضوع هيتفشكل هيخسر نص الشبكة. وكمان تعليم للبنت ان هي خدي بالك لو انت بترمي الى حاجة يعني مش هتاخدي الشبكة، مش هتاخدي كله. انا شايف ده اقرب الحلول، سواء بقى الشبكة كبيرة سواء الشبكة صغيرة الى حد ما. طيب ده نص مهم قوي لازم الحقيقة يبقى موجود في التشريع طبعا في مجلس النواب القادم، لان كتير الموضوع مش محسوم، على الرغم من ان انا عرفت من حضراتكم ان في محكمة احكام محكمة نقض. يعني في حكم انا شخصيا قريته هو ماشي بالعرف اللي يسيب هو اللي يترك وفي احكام محكمة نقض اخرى قالت لا هو الشبكة كلها تروح للرجل يعني للخطيب. فالموضوع حتى شائع وشائك ومختلف. حتى محكمة النقض نفسها ما استقرتش على حكم واحد. فبتصور ان دي من القوانين المهمة قوي احنا بنحط تحتها خط كده في الاحوال الشخصية خاصة الشبكة والخطبة. لا دي لازم تبقى موجودة مناصفة، تروح كله للزوج او للخطيب او هي اللي نمشي تبع العرف، بس لازم تحل. بس الاقربها فعلا منطقية المناصفة، يعني جبر خاطر للاثنين بتصورها وكمان هيحد من فكرة على فكرة دي ممكن تخلي الشاب يكمل الخطوبة لانه عارف انه ممكن هيخسر. لا ما احنا مش عايزين يعني حد يكمل هو مش عايز يكمل، بس احنا بنتكلم فكرة العدالة، فكرة انه هي كمان اتضررت. انا برضو هقول لك حاجة مبدئيا فيها اشكالية. احنا ليه بنتخطب؟ ليه بنتخطب؟ الناس فاهمة غلط. الناس فاهمة ان الخطوبة دي فسح في منتهى الخطورة. احنا بنتخطب عشان نلاقي او يحصل تلاقي بيننا على المبادئ اللي هنعيش عليها، تلاقي او عدم تلاقي، ما هو يا ده يا ده، عشان هنكون اسره في بيت يا يبقى صالح ويستمر يا من اولها لا بلاش عشان ما يتهدش. الناس كده بقول لحضرتك البنات او الشباب فاكره اني انا هخطب يا هطلع بقى من ضغط ابويا بقى وهتفسح او ماشي ايه المشكله تتفسح وكل حاجه وتدرس في نفس الوقت، بس يبقى الاساس اطبق مبادئ التعارف اكيد. طيب استاذ رأفت انا عايز اتكلم على فكره اللي بيترد بقى اللي حضرتك قلت لي الشبكه الكبيره دي في هدايا بقى ثانيه قد يكون في هدايا، طبعا الحاله الاقتصاديه مخليه مش هدايا بس قد يكون في هدايا، وفي بعض بقى المستويات الاعلى شويه بيبقى فيها هدايا وهدايا محترمه جدا فاذا كنا بنتكلم على ازازه برفيوم او شيء دي مش مشكله لكن لا في ناس بتدفع هدايا قيمه طبعا عربيه في اكتر يعني ربنا يزيد فهنا بقى بيبقى في لا مشكله اكبر انت عارف ان في ناس لما تيجي تتحاسب الدعابة كده عشان الناس تفك التنشنة يحسبها على العصير
يا لا ده لازم اتكلم معاك. ده خطير. ويبقى كاتب والله تعالى ده مشاكل كده. لا كاتب خرجها كم مره وداها عند فلان عشان ما يعملش دعايه وسقاها. بيبقى خلاص بقى ده شخص رخم رخم بقى مش حلو يعني. لكن الهدايا في منتهى الخطوره انها مش مثبوته وبتيجي بعد الخطبه. فممكن جدا فعلا واحد يجيب لخطيبته هديه عربيه، ممكن يجيب لها شالي، ممكن الناس بقى المقتدره قوي والحاجات الاقل شويه ممكن يجيب لها خاتم مثلا في عيد ميلادها، خاتم ذهب، انسيال ذهب، ما اعرفش ايه، حاجات برضو غاليه بس ما هياش غاليه قوي. بس الحاجات دي في ساعه الخلاف بتبقى عن طيب خاطر ساعتها، لكن ساعه الخلاف لا، ده انا جبت، انت فاكره الخاتم اللي انا جبته؟ فالحاجات دي بقى تترد مع الشبكه ولا لا، او ازاي تتحط في هتتحط في القانون ولا لا؟ لا لا هي تترد زيها زي الشبكه، بس نسبتها ازاي ونردها ازاي اخلاقيات. مش كده بنقول لا دايما الاثنين. لا يعني الهدايا حضرتك شايف ان ما يبقى لهاش نص في القانون؟ اصله الهدايا دي بتيجي بعد الخطبه. طب وايه المشكله؟ اذا كان نسبه الاثبات في الخطبه ضعيفه ففي الهدايا اضعف. بس تخلي بال حضرتك ان الهدايا بقى ممكن يتحكم في الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه. يعني فكره الشبكه هيبقى فيه حساسيات شويه ان هو يكتبها باسمه والكلام ده، يقول لا الولد دخل من الاول كده مخون. لكن الهدايا لو هجيب لها هديه مثلا خاتم ذهب، ممكن قوي عند الجواهرجي يكتب الفاتوره باسمه، فالاثبات بالنسبه له هيبقى اسهل بكتير. اصل مش هيديها يعني الخاتم ومعاه الفاتوره باسمها بالرقم يعني، فعادة دي تبقى صعبة قوي يعني. ربنا معايا في الحالة دي. لكن انت بتتكلمي اطباع مختلفة اكيد طبعا، بس مش درجة بس على يعني على فرض ان ده حاصل وانتوا اكيد بتشوفوا حاجات تفوق الخيال. سهل قوي اثباتها لانه الفاتورة دي اسهل. ممكن حتى اجيب الشخص اللي اشتريت من عنده. الراجل ده اللي جاني فعلا وجاب لي الفلوس وهو ما كانش معاه حتى فلانة. وساعات يبقى معاه. طب هل ممكن ياخدها يجيب لها الحاجة اللي تعجبها يعني؟ جانتي قوي. طيب يعني ولا حتى يكون في نص لاسترداد الهدايا لو زادت عن مبلغ معين؟ وارد تدرس بالحته دي. بس هو غالبا النص هيشمل الاثنين مع بعض. الخطبه بالهدايا يعني تبقى دي واي على طول، واي يعني لاصقه بيها على طول. الشبكه والهدايا. مش هيتعمل لده نص وده نص، لانه الاثنين نفس الاثبات، نفس المجال، نفس الاشخاص، فمش هيعمل ده نص وده نص. تمام. لكن زي ما حضرتك بتقولي ان في الهدايا قد يكون اسهل اني اثبت. لكن انا عايز اقول لو الخلاف احتدم بين الاطراف. وده بيجي من طول فتره الخطبه. لو في اخلاقيات مش هنطول. تمام. بقى هنا بنطلع القوانين اللي ما فيش اخلاقيات. عاده اللي فيه ده مش هنفع. عاده القوانين بتبقى موجوده في عدم في غياب الاخلاقيات، او على الاقل تقوم هذه الاخلاقيات. يعني انا عايز اقول لكم بيختلف بقى من مستوى لمستوى. طيب انا عايز اسال حضرتك اللي مكتوب كتابها. ده بقى يعني مش مدخول بيها. تاخد نص الحاجه. تاخد نص الحاجه ايه بقى اللي هي مؤخر. المؤخر والنفقه ايه بقى؟ نفقت معيشة لغاية مش نفقت متعة. لا 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 ما هو لسه مش لكن بتاخد نص مؤخر الثابت في الأوراق. هنا بقى الشبكة تختلف. ليه؟ لأن الشبكة بين الخاطب والمخطوب ولسه ما كتبوش الكتاب. ده بنسميها حاجة كده على البر. على البر كده. نقدر نختلف ونحل الموضوع قبل ما ننزل المية زي ما بيقولوا. لما نزلنا بقى وهنغرق سوا او ربنا هيوفق ونعدي الشط سوا. يبقى لازم المقاس نشيلها سوا. مش انا هشيلها لوحدي. طالما اتكتب الكتاب اصبحت في عرف الواقع زوجة لم يدخل بها. يعني لازم تقول في الزيجة التانية، شوف انا اعتبرها بقى زيجة تانية ضرب اهو، انها تزوجت بفلان ولكن لم يدخل بها. شوف هنا الضرر ده بقى يبيح لها الاحتفاظ بالشبكة. ما بقتش شبكة بقى. امال هنا بقتش شبكه بقى. بقت هديه من حق الزوجه. هنا بقى الموضوع الضرر اكبر والموضوع اقل. ما بقتش شبكه بقى. الكلام بقى اصلا انا عايز اقول لك لما الزوج والزوجه بيكتبوا كتابهم ويختلفوا بينسوا كلمه شبكه دي خالص. بتبقى حقوق اخرى. ما بيجيش يقول لها انا على فكره جبت لك، ولذلك هنا بقت تكتب ايه بقى هي لو تفتكري؟ انا عايزه الذهب. هنا اصبح ايه؟ ذهب مستحق. مش شبكه. مش شبكه. ولذلك بتكتب في القايمه احيانا كتير.
هنا بقى انقلب الحال من الى مخطوبين على الضرب كده ما اتفقوش الى زوجة دي حقها بقى. فاستحالة يعني مفيش حد بيطلق واحدة يقول لها انا جبت لك اصل السنة اللي فاتت خير لا خالص ولا جبت لك ولا شافه ده كويس لو شافه يا كويس لو خلى عنده خبر. انا اشكر جدا تشريف استاذ رأفت احمد محامي بالنقد الدستورية والادارية العليا، وطبعا يعني طول الوقت حياتك بتفيدني كتير بمعلوماتك، والنهاردة زودتها شوية واضفت عليها فكرة فكرة التقريب والدعابة الموجودة للأسف ان هي ده الواقع، ده بيحصل فعلا في أرض الواقع، فنقلنا لأرض الواقع مباشرة. يعني أنا بشكر تشريف حضرتك لينا، ويا رب ما يحصل أي مشاكل بين أي كوبل، كل الناس تعيش في سلام، وفعلا حالات الطلاق تقل والخلافات تقل. نتمنى